السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أصحابي، يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة صحية سريعة كده للناس اللي بتعمل دايت، الناس اللي بتعمل دايت اللي متابعة معايا اهو. ده قرنبيط أنا مفرزاه، بس أنا مقطعاه وردات صغيرة كده عشان أنا مش هقليه. أنا حاطة عليه كمون وفلفل أسود وبابريكيا اهو، وده صدر فرخة، وده فلفل ألوان، وده البهارات، ودي صويا صوص، وده دبس رمان، ودي بصل مبشور، وعلبة زبادي يا بنات. اهي يا بنات جبت البصلة اهي، معلقة زيت واحدة اهي، هجيب الصدر الفرخة هضيفه هنجيب عليه الزبادي. انت عايزه تتبلي ممكن تتبليها، بس انا بضيفها بتدي طعم كويس اهو. بس كده هبدأ ان انا اضيف البهارات بتاعتي، ده 7 بهارات بنات، ملح بسيط ابيض، معلقة صويا صوص، معلقة بسيطة، الحاجات دي انت لو تبلتي بيها افضل، معلقة صغيرة خالص، معلقة دبس رمان، الطريقة دي جميلة جدا وخفيفة. بس عشان هو الجو برد فمبينزلش، بينزل بصعوبة. طيب انا معلقة صغيرة هسيبهم شوية كده مع بعض، ده شكلهم. هرجع لكم تاني. اهو يا بنات خدت شوية مع بعض، هجهز فلفل الألوان اهو هضيفه، هسيبهم يستووا مع بعض شوية. هرجع لكم تاني. هنكشف عليهم يا بنات. تمام كده، شايفين يا بنات انا مش عايزاهم يستووا قوي، انا لسه هحط القرنبيط عشان ايه يستوي معايا. هضيف بقى عليهم القرنبيط كده، نسيبهم يستووا مع بعض شوية وهرجع لكم تاني. نشوفها كده يا بنات اهي، خلاص خلاص قربت تستوي. وبكده يا بنات تكون اكلتنا خلصت، يا رب تعجبكم بالهنا والشفا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا رأيكم، يا رب تكونوا استفدتوا معايا. ما تنسونيش بقى يا بنات في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.